نعم، نسمع فيك دكتور، تفضل. نعم، أنا يعني أسلم عليك بكل محبة. وعليكم السلام. أنت ومن معك من العاملين في هذه القناة المجاهدة. يسلمك دكتور. التي تقدم الحقيقة في زمن الزيف وزمن الادعاءات وزمن هذه المؤامرة الكبرى ضد أمتنا العربية الإسلامية. شكرا دكتور، بالنيابة عن الجميع. نعم أخي، ما زلنا نحن في ليبيا، ما زلنا نحن في ليبيا مستمرين في مشروع الجهاد ومشروع المقاومة ومشروع التصدي لهذه الحرب الشرسة القذرة ضد شعبنا العربي المسلم. وما زال حلف الناتو الصليبي يقصف أحياءنا الطاهرة ومساكننا ويضرب وبدون هوادة ودون أي مرجعية أخلاقية على الإطلاق البيوت الآمنة والعوائل والمواطنين الليبيين، فيقتل منهم المئات كل يوم دون أن يرث جفن لهذا العالم الذي خسر ضميره وأضاع قلبه وبقي بدون أي موقف حضاري على الإطلاق في هذه المؤامرة التي تواجهها ليبيا. في سرة ما زالت طائرات التحالف الصليبي القطري والإماراتي تضرب وتمهد الطريق لثوار الناتو لكي يقتحموا هذه المدينة الطاهرة ويسقطوا مقاومتها الباسلة. كذلك في بني وليد ما زال الطيران الصليبي القطري الإماراتي يحلق متيحا الفرصة ومعطيا غطاء جويا نوعيا لثوار الناتو حتى يتقدموا في جلال وعودية دار وليد الطاهرة. كذلك الأمر في فزان، ومع أننا نحارب أكثر قوى الشر عدوانية في العالم فهم يضربوننا من البحر بالبوارج ويضربوننا من السماء بالقنابل ويرسلون إلينا الصواريخ ويستخدمون آخر التقنيات في الأقمار الصناعية والتصوير وغيرها، إلا أننا نستطيع كل يوم وبحمد الله وفضله من تحقيق انتصارات نوعية على كل الجبهات ضد ثوار الناتو وضد الناتو نفسه. ففي مدينة بني وليد تمكن المجاهدون الأبطال من دحر عصابات الناتو وتطهير أغلب جوانب المدينة، والآن الثوار بتاع العصابات الإرهابية موجودون خارج المدينة في وادي دينار يستعدون ربما لهجوم آخر بعد أن أعلنوا هم أنفسهم عن ما أسموه انسحابا تكتيكيا من المدينة. طبعا أنا هنا أحيي وبكل محبة وأحضن بكل محبة المتطوعون الذين أو المتطوعين من قبيلة ترهونة ومن قبائل الضيطن ومن دفر بن رشيق الذين التحموا مع إخوانهم وواجهوا هذه العصابات. نعم. كذلك أحب أن أحيي المجاهدين في الزاوية وفي العجلات وفي صبراتة الذين قاموا بعمليات نوعية ضد العصابات جنوبي هذه المدن. كذلك أحيي قبائل أخرى لا يليق بي أن أسميها الآن ونرجو بإذن الله أن تتطور هذه العمليات الجهادية لكي تدمر القوة الأخيرة الباقية لعصابات الناتو. في مدينة سرت الهجمة شرسة جدا، والآليات التي منحتها دولة قطر العميلة ودولة الإمارات المتهالكة والمتعاونة تماما مع الصليبيين. طبعا أنا أتكلم هنا عن الحكومات وعن المؤسسات الحاكمة وليس عن شعبي قطر والإمارات، وهم شعبان عربيان مسلمان يعني غاليان على قلوبنا نحبهم بصدق، ولكن طبعا نحن نتكلم عن الدول كمؤسسات حاكمة وكسلاطين.
هذه الحكومات قدمت دعما لوجستيا عالي المستوى لثوار الناتو لكي يقتحموا مدينة سرت. وهؤلاء ليس لهم أخلاق، لقد قصفوا المدينة ليس فقط من الجو، بل ضربوها بالآليات من الأرض، وسقطت الصواريخ على الأحياء والمنازل. وأنا طالبت واتصلت بمختلف الجهات الدولية والمنظمات، وتكلمت مع وكالات الأنباء بأن يرصدوا الحقيقة ويكشفوا عن قتل المدنيين الذي أصبح معدله بالمئات كل يوم، بالمئات، وأنا أقولها مرة أخرى بالمئات، أرقام رهيبة لا يقبلها عقل إنسان، فما بالك بإنسان عربي مسلم له مشيعية أخلاقية حضارية تمنعه من أن يقبل مثل هذه الجرائم. ومع ذلك أهلنا في سرت صامدون ويقاتلون في هذا الجهاد المبارك، وقد تمكنوا من تدمير عدد من الآليات، وكذلك تصدوا لعدة محاور حاولت اقتحام المدينة. ندعو لهم بإذن الله أن يثبتهم الله في هذا الجهاد الواجب. وعندما تتوفر لي المعلومات الدقيقة عن عدد الآليات المدمرة وعدد القتلى في صفوف ثوار الناتو وعدد الخسائر البشرية وغيرها، سوف أتصل بكم بإذن الله لأبلغكم، لكنني دائما حريص على الدقة ولا أبلغ بأي إحصاءات أو أرقام إلا بعد التأكد منها بإذن الله. في فزلان جنوب ليبيا وعاصمتها سبها، يعني المدينة الكبيرة في جنوب ليبيا هي سبها، نحن عاصمتنا هي طرابلس ورمز الصمود الآن هو سرت، لكن سبها هي المدينة الكبرى في الجنوب. وتمكنت طبعا قوات المجاهدين من التصدي لثوار الناتو المتقدمين جنوبا نحو سبها، وأحدثت فيهم خسائر كبيرة أرغمتهم أن يتوقفوا على مسافة بعيدة جدا جدا من مدينة سبها البأسلة. وأنا اسمحوا لي من خلال الرأي أن أحيي قبائل سبها المجاهدة، قبائل سبها المجاهدة، وأقول لهم اثبتوا واصبروا وصابروا، هذا موقف رجال، هذا موقف عز، هذا موقف كرامة، لا يتخاذل إلا من فقد الكرامة والعزة، ولا يتقدم مجاهدا إلا من كان دم الجهاد ودم العز يجري في عروقه. فأنا أحيي المجاهدين من عائلات سبها من كل قبائلها على فكرة ومن كل أحيائها، وألعن المتخاذلين الخائفين المرتعشين الذين يظنون أنهم بتخاذلهم يحفظون حياتهم. ونحن نعرف أن لكل أجل كتاب، وأن الله سبحانه وتعالى يختار الشهداء، مش كل واحد يقدر يكون شهيد، مش كل أسرة تقدر تكون أسرة شهيد، ولا كل أب يقدر يكون أب شهيد. هذه اختيارات من علم من الله سبحانه وتعالى، يختارها للذين يحبهم. طبعا ما زلنا واثقين في الانتصار يا أخي مزهر، وما زلنا نعلن للعالم أجمع وللليبيين كلهم، لا تستسلموا لهذه العصابات ولا تحتفلوا معهم ولا توافقوهم الرأي ولا تجاروهم ولا تمنحوهم أي شرعية، لأننا عائدون وبقوة، وسوف نحرر طرابلس ونحرر بقية المدن الأسيرة ونعيد لليبيا وجهها الثوري الحقيقي، وجه الكرامة، وجه العروبة، ووجه الإسلام. وبعودتنا بإذن الله سوف نحافظ على الجزائر، ونحافظ على مصر، ونحافظ على تونس، ونحافظ على سوريا وعلى السعودية، حتى تكون ليبيا هي مقبرة المشروع الاستعماري الغربي في شمال أفريقيا وفي الوطن العربي كافة بإذن الله. نعم أخي منذر. دكتور موسى، احنا وردتنا معلومة عن إحباط محاولة لإنزال كانت يوم أمس في بني وليد، ونجحت القوات الليبية والمتطوعي القبائل ورفلة من إحباط هذه المحاولة وأسر 13 من المرتزقة. مدى صحة نعم
مدى صحة هذه المعلومة دكتور وجنسيات هؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب عملاء النيتو؟ نعم، هذه المعلومة دقيقة جدا. عندما اندحرت عصابات الناتو وضعف أداؤها ضعفا شديدا، تقدم المرتزقة مدعومون بشكل استثنائي من دولة قطر. نعم. وحاولوا عمل إنزال في الجبهة الخلفية من بني وليد وفشلوا فشلا ذريعا، وتم القبض عليهم. والعدد الذي أبلغني به الإخوة الكرام هو 17 وليس 13، 17 مرتزقا، منهم خبراء فنيون مهمتهم توجيه العصابات إلى أهدافها، ومنهم بعض الضباط الاستشاريون، ومنهم بعض الجنود. فهذه المجموعة 17 صغيرة في عددها، لكنها مجموعة نوعية، بمعنى أنهم ضباط ذوي مستوى عالي. نعم. وفنيون وتقنيون يبدو أنهم مختصون في بعض أنواع الأسلحة وفي بعض المحاورات العسكرية. فالحقيقة المجد لهؤلاء الشباب الذين قبضوا على هؤلاء المرتزقة. نعم. وهذه ليست المرة الأولى يا أخي التي نقبض فيها على مرتزقة. هناك مرتزقة آخرون تم القبض عليهم في سرت، وهناك مجموعات أخرى تم القضاء عليها وليس القبض عليها في نواحي طرابلس. منها أذكر على سبيل المثال في جسر بن بشير، وأذكر مجموعة أخرى تم طمسها قرب جنزور غربي طرابلس، وأذكر مجموعة من القطريين والإماراتيين تم القضاء عليهم في قتال شرس في المنطقة السياحية في طرابلس غرب. نعم. طرابلس برضو. وهكذا يتبين أن الذين يستخدمون المرتزقة هم ثمار الناتو الذين شلبوا الفرنسيس والإنجليز والطليان والأسبان والأمريكان واليهود إلى ليبيا بعد أن تحررت منهم ليبيا لأكثر من 4 عقود من الزمن. نعم. هم الذين جلبوا المرتزقة. كل الكذب، شوفي أخي نذر، وأنا أريد لمشاهديك أن ينتبهوا لهذه الحقائق، وهي حقائق موجعة وطريفة في نفس الوقت. كيف هي موجعة وطريفة؟ أولا، كل التهم التي اتهمونا بها باطلا انقلبت عليهم. قالوا أننا قصصنا الأحياء السكنية بالطيران، وقد ثبت للجميع الآن أن هذا لم يحدث على وجه الإطلاق، وباعتراف جميع الصحف العالمية وجميع المحللين أن الأمكنة الوحيدة التي قصفناها بالطيران كانت مخازن الذخيرة الموجودة خارج المدن في أول أيام المؤامرة حتى نمنع العصابات من الحصول على الذخيرة. في مقابل هذه السلبة، هم الذين يقصفون الأحياء بالطائرات، وباعترافهم هم الذين قصفوا طرابلس والزاوية والخمس والضيفن وسرت وسبها وبن وليد، وقتلوا العائلات بالآلاف، كان الأرقام بالآلاف. هذه أول يعني كذبة كذبوها علينا وهم قاموا بها في المقابل. الكذبة الأخرى المرتزقة، قالوا أننا أتينا بآلاف المرتزقة من أفريقيا لقتل أبناء شعبنا. لم يستطيعوا أن يثبتوا هذا، بل أن الأمريكان أنفسهم اعترفوا والفرنسيس اعترفوا في الجزائر، وقالوا أنهم لا يملكون أي دليل استخدام ليبيا لمرتزقة، بينما هم طبعا كما نعرف جلبوا المرتزقة الذين هم الناتو، وجلبوا القطريين والإماراتيين، وجلبوا الفرنسيس والطليان والله. فهذه الكذبة الأخرى التي انقلبت عليهم، قالوا بأننا هذه الكذبة الثالثة، لأننا قتلنا المسالمين المدنيين بالآلاف بالآلاف، بل إن بعضهم رفع الرقم يا أخي نذر. نعم. إلى 10,000 مدني قتلناهم نحن في غضون أسبوع واحد فقط من بدء المؤامرة، من 15/2 إلى حوالي 21 أو 22/2. طبعا لم يستطيعوا بعد كل هذه الشهور أن يثبتوا أي شيء من هذا القبيل. نعم. وبالمرة